لو ينطفي نور الشمس نورك ما بينطفي لو يختفي حب البشر حبك ما بيختفي شو بقول لا رب السماء يحمي لعينيك حس الطهر كله ارتمى عكفوف ايديك شو بقول لا رب السماء يحمي لعينيك حس الطهر كله ارتمى عكفوف ايديك صدق اللي قال الدنيا نصيحتي لكل أم لما بدها تواجه مرض السرطان تفكر بولادها بتتغلب عليه وبتتعلق بالحياة بحب الحياة كتير مشان هيك بقول ما بدي موت عم بكون أقوى منه أنا وبواجهه بكل قوتي فبالعكس تضلها تضبط حالها وتضلها تظهر وتروح وتجي وتفرح بالعكس الفرح هو اللي بيقتل المرض بينما اذا بدها تضلها زعلانه المرض بالنهايه رح ياخذها وما رح يخليها ابدا تحس انه هي عندها نشاط ودفاع لبكره نصيحتي لكل ام تكون قويه لتبقى حد اولادها وبنصح كل ام بايمانها تتغلب على المرض فبالاراده القويه وتفكير القوي كثير وإيماني بولاده وبالله شفيت إنه هذا مثل جريب وبضل فترة بس بيرجع بيروح بس مهم أنا ضل قوية وإيماني قوي